لا بد من أن نقف وقفة متأنية عن شكل النبي عليه الصلاة والسلام. السبب إنك إذا رأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن صفاته كالصفات التي وردت في سيرة النبي، معنى ذلك ومع الأسف الشديد أنك لم ترى رسول الله. لا تعد قد رأيت رسول الله إلا إذا رأيته على الصفات التي وردت في كتب السيرة. واحد مرة قال لي: رأيت النبي في المنام، رأيته أسمر اللون طويلاً جداً. قلت: هذا ليس برسول الله، يجب أن ترى رسول الله على الهيئة والشكل واللون الذي ورد في كتب السيرة. فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجهاً، كان وجهه حسن، وأحسنه خلقاً، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، رواه الإمام البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكان عليه الصلاة والسلام رجلاً مربوعاً، يعني متوسط الطول، بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض المنكبين، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئاً قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. لذلك قال حسان بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وعن علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، يعني عريض الكفين والقدمين، مشرب وجهه بحمرة، كان لونه أزهر، يعني أبيض على زهر، إذا مشى تكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر، ودليلهم عبد الله ابن أريقط، مروا بخيمة أم معبد اسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية، وكانت أم معبد امرأة برزة، أي جليلة مسنة، جلدة أي قوية، تحتبي أنها تضم يديها إلى ركبتيها أثناء الجلوس، تحتبي وتجلس بفناء الخيمة، فتطعم وتسقي من يمر بها. فسألوها: هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك، وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، القرى إكرام الضيف، أي ما أحوجناكم بل كنا نضيفكم، ولو عندنا ما بعناكم بل كنا نضيفكم، وإن القوم مرملون، أي أصابتهم سنة جدباء. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام
فإذا شاة في كسر خيمتها، أي في جانب خيمتها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الضعف عن الغنم، أي إنها هزيلة ضعيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ قالت: لا، هي أجهد من ذلك، يعني أضعف. فقال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة، أي طلبها، فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها، وفي رواية: مسح ظهرها وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها يربض الرهط، أي يشبع الجماعة. فهذه الشاة الضعيفة الهزيلة المريضة درت، فحلب فيها ثجاً، أي كمية غزيرة، حتى ملأ الوعاء. فسق أم معبد بمن بدأ النبي؟ بصاحبة الشاة، سقى أم معبد وسقى أصحابه، فشربوا واحداً واحداً حتى إذا شربوا جميعاً شرب صلى الله عليه وسلم، فكان آخر أصحابه شرباً. لذلك قال النبي الكريم: ساقي القوم آخرهم شرباً، وأول واحد يشرب نص العصير لحاله بعدين يعطي، ساقي القوم آخرهم شرباً. ثم حلب صلى الله عليه وسلم ثانياً عوداً على بدء، وترك عندها هذا الحليب، وقال لها: ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك. فما هذا الفهم؟ سقاها أولاً وترك لزوجها ثانياً، وسقى أصحابه وشرب آخره، ثم ارتحلوا. فما لبثت قليلاً حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً، فلما رأى اللبن عجب، قال: من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوب في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا، وفي رواية: كيت وكيت. فقال: صفيه يا أم معبد. قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاء، متألق، حسن الخلق، قوي، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة، أي كبر البطن، ولم تزر به صعلة، أي صغر الرأس، قسيم وسيم، أي يجمع من كل حسن قسماً، وهو وسيم أي جميل، في عينيه دعج، والدعج شدة سواد حدقة العين، وفي أشفاره وطف، أي كثرة شعر الحاجبين والعينين، وفي صوته صحل، أي بحة محببة، أحور، أي شدة بياض العين وسوادها، أكحل، كأن عينيه مكتحلتان، سواد في أجفان العين خلقة، أزج، أي دقيق طرف الحاجبين، رفع، يعني حواجبه دقيقة، أقرن، أي حاجباه متصلان، في عنقه سطع، أي ارتفاع عنقه، عنق طويل. وهذه صفة في الإنسان محببة. وفي لحيته كثافة، شعر لحيته كثيف، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل،
لا نزر ولا هذر، لا كلام قليل جداً، إيجاز مخل ولا إطناب ممل، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حبات لؤلؤ. أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب. ربعة لا تشنأه عين من طول، يعني هيك طويل كثير، ولا تقتحمه عين من قصر، لا ينظر إليه هكذا ولا هكذا، مربوع. أنظر الثلاثة منظرا، كان أجمل أصحابه وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابث ولا مفند، ما عنده كلام ما له معنى، ولا عنده نقد جارح. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب في أثناء الهجرة، تطلبه، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وصف دقيق دقيق، وصف رائع لشكل النبي عليه الصلاة والسلام.